بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. عندما يصبح الحذر هو أفضل ما نقدمه للأهلي الآن. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد جديد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة 579. أفراح وانتصارات الأهلي تتوالى وتتواصل، ولكن مع كل هذه الانتصارات الكبيرة جدا وهذه الفرحة العارمة، الحذر واجب ومطلوب. خير يا باشمهندس؟ مش الحذر بس بالنسبة للماتشات، مش الحذر بس بالنسبة ان احنا نقول يعني النتيجة بتحسم مع صفارة النهاية. الإغراق في التفاؤل أو التشاؤم أمر غير منطقي ولا يليق بالنادي الأهلي، ولا يعني ولا هو مطلوب، ولكن الحذر ان انت بتستدرج الآن في مجموعة من الأخبار الكاذبة الملفقة. خلي بالكو ما تساعدوش الناس دي.